بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله طلبتنا الأعزاء في ربوع عراقنا الغالي. هذا الفيديو فيديو خاص أردنا فيه تكريم الطالب المبدع سجاد عبد العزيز، الذي قام بحل أسئلة الامتحان الأول مجموعة الأعداد المركبة الخاصة بإيجاد قيمتي X و Y الحقيقيتين. طبعا طالب سجاد عبد العزيز من محافظة ديالى، لم يسبق أن ألتقي به ولم أراه سابقا، ولكن أسئلة الطلاب نشرتها على الفيسبوك واستطاع من حل الأسئلة العشرة بإبداع متناهي وبطريقة رائعة جدا. إذن سنكرم الطالب المبدع سجاد عبد العزيز بنشر حلوله الرائعة أمامكم أعزائي. إذن السؤال الأول كان: إذا كانت X و Y تنتمي إلى R وكان مثل ما موجود قدامك عددين مترافقين، فإن X زائد Y تساوي، إذن سجاد لاحظ الطباعة الراقية والحل الراقي الذي استطاع حله سجاد، وكان الجواب X زائد Y تساوي 20. والسؤال الثاني نفس العملية، X و Y تنتمي إلى R، لاحظ الإجابة الرائعة لسجاد وإجابة بثقة متناهية وجواب رائع جدا، إذن X زائد Y تساوي 18. السؤال الثالث من الأسئلة الصعبة نسبيا، ولكن استطاع سجاد حل هذا السؤال أيضا بلياقة وبأسلوب عبقري جدا، وكانت 3X زائد 4Y تساوي 0، وكذلك السؤال الرابع وهذا الحل الكامل للسؤال، ومستمرين وياكم أعزائي. والسؤال الخامس والسؤال أيضا مو سهل، ولكن إجابته كانت رائعة جدا، وكذلك السؤال السادس من بين 10 أسئلة استطاع حل هذه الأسئلة. أكيد بالبداية استخدم أوراق مسودة وبدأ في حل الأسئلة، ومن ثم بادر إلى طباعتها بهذه الطباعة الراقية. والسؤال السابع كان جوابه بالشكل الذي أمامكم الآن، وكذلك السؤال الثامن، وأيضا من الأسئلة مو كل السهلة، سؤال متوسط أو فوق الوسط، واستطاع أن يثبت أن X ناقص Y تساوي 2. والسؤال التاسع، 2X زائد Y يساوي 1. وأخيرا السؤال العاشر، وكان الجواب يساوي 10. إذن أتمنى إلى سجاد عبد العزيز من محافظة ديالى محافظة البرتقال التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يأخذ 100 بالرياضيات، وإذا حصل 100 بالامتحان الوزاري إذن أروح له إلى محافظة ديالى إن شاء الله وأتعرف عليه وأخذ له هدية علمية مالته. إذن شكرا جزيلا سجاد، وأمنا بباقي طلبتنا الأعزاء التألق والتفوق والحصول على الدرجة الكاملة إن شاء الله في الامتحان الوزاري. شكرا لكم جميعا، شكرا لسجاد، شكرا للمستمعين، شكرا لكل طلبتنا الأعزاء، شكرا لكل المتفوقين، وشكرا لمن سيتفوق إن شاء الله في الامتحانات القادمة. شكرا لكم جميعا.